ونصيحة عامة للسيدات اللي بتتابعنا دلوقتي، ازاي ممكن زي ما بيقولوا بريسكريبشن او روشتة دكتور دينا تقولها لهم علشان نوصل للنهاية ان يعني جسد سليم وصحة نفسية سليمة. صحة نفسية سليمة وجسد سليم. ان انا بقول لكل ست بتتفرج علينا نحاول ان احنا نعالج موضوع او مش نعالج، نحاول ان احنا نقلل التوتر النفسي. حاجة مضايقانا تفتكري بحاجة بوزيتيف، سافري، روحي، تعالي. النشاط مهم جدا جدا، اتحركي حتى لو انت ما بتشتغليش او حضرتك مش بتشتغلي، اتحركي في البيت، ما تقعديش. تاكل اكل صحي مهم قوي، تنام كويس. صحيح، في امهات كتير بيعانوا من المشكله دي. المفروض انها تنام 8 ساعات على الاقل بالليل، ما نقلبش يومنا لان ده بيضعف المناعه جدا. نشرب ميه كويس 2 لتر في اليوم، ما فيش حاجه اسمها بنسى اشرب ميه، بتنسي حطي الازازه جنبك لان الميه اساس كل حاجه حيه وتعزيز للدوره الدمويه. واكيد بنصح لكل ست تستخدم الب مالتي فيت، هتتبسط من النتيجه جدا جدا. وبطمن كل ست بتتفرج علينا انه مرخص من هيئه سلامه الغذاء، ما تقلقش ابدا. والحلو اللي فيه ان انا اقدر اشتريه من الصيدليه، لان معروف اي صيدليه ايا كانت ما فيش حاجه، ما فيش دواء، ما فيش مكمل غذائي متحط في الصيدليه من غير وهو واخد ترخيص. فدي حاجة مهمة بقول لها استخدمي الب مالتي فيت، هتتبسطي من النتيجة جدا. إن شاء الله. كبسولة واحدة في اليوم كويس جدا، بس نواظب، اهم حاجة نواظب. نواظب مش اللي هو ناخد يوم اتنين اسبوع ونرجع بعدها مثلا بخمس ايام. المواظبة اساس او عامل مهم جدا.